بنزل قلت لي تحب واحد من اخويا، انا واحد نعم ياي زاونا بيه، انا نحكي ولا وياك ياي. كمل قلت لك الكيك. كاكاو، قلت لك قال لي بيبليسيتي ممنوع، كي تبديتي عامل كونترا مع نايك تنجم تخدم على ديداس زيد، ما تنجمش اه فهمت، ما لما تقدرش. الناس زي ما يمتع كويك ابو دنيا عشان ندخل سر امه بالعوين. هاي مطلع سبدريات، طلعوا ناس سبدريات ليه ودنيا وكل شيء. بس بدريات ودنيا وعالم، ما مش معناتها انت بتنجمش تاخذ من اورو، برضه من اورو على روحك. ليه مين يقولوا اني اخو فيه انا قاعده نفسيه شامبي، نمشي لسويسرا على ميلورو. اه في بير السويسرا، هم يحبوا يجيبوك لسويسرا. سويسرا في لوزان. الله يبارك الله، بضرب بكو صدر جماعتين في وتير تمسد خويا وبتسخين خويا و ليه جوك بيه. خلي السويد، السويد دولة عظمى، فهمني؟ السويد دولة عظمى، إمبراطورية صحيح. صاحبي البيع ماك مانيش راي فيك، تقولي طلعني وتقولي طلعني طلعني، صاحبي مانيش راي فيك. عندي الواحدة من العبيد تتبع تاني نابتو ما يطلع. اللوحات بتاع اللي طلع بيهم العبيد يا رعوق، حبوش يا بتولي اللوت. ماريو طلع له ليه؟ ريت اللي يقلق يحل الكونت حمدي العوق، الناس كلها تخدم، اللي يحب يكبر انستغرام تاعه يحط العوق. تو بعث لي واحد حمدي العوق يعمل لي سلام عليكم سافا في البريفي، هاس ايه العوق بعث العوق يعمل لي سافا لبس عليك. روح بعد بلوك ايه ايه عامل كونت باسمي يعمل لي سافا العوق لبس عليك. كيف تخلي واحد عامل لعمر يا لا اسمع سبعة انت العوق كزيد مده واعمل اوفيسيال، عوق اوفيسيال ما تشي قد هذا. هات انا اعمل لكم نكته زرقاء، كيفاش تتعمل النكته ليه هيك؟ ليه هذاك هم يعملوا ايه لك تمام تبعت تمام انستغرام الله يهديك يا ماريو يا ماريو يا ماريو، اخوي. فما واحد يكتب لي وين وطلعه اسف بعد يدز في شيخ ياسر، ديما يدز في شيخ ياسر. بالضبط. يا اخوي برج ولاية عجبتني فيه طفل هذايا صراحة، وخالك نكم معلش مش نخدم، خليك نضرب يا الفلور ومنك نترين عامل بون كيف. نازكم مين؟ شكون هي؟ ايه يا رواق الواحدة اللي طلع قعدوا لي ستة وما بيدهم، يا يطلع واحد دي ما يطلع يجي له ولاني ما عادش حبوا لعب. وش بالك تطلع لنا بتاع البارح؟ طيب لنا بتاع البارح، شهيني بربعة كنت ويت البارح. صلي على النبي. ها؟ يا ولدي عمل لي كونت اللايا، عمل لي كونت اللايا، قال لي احكي في لك. هبطه طلع لي بشرف كحله. بعد طلع لي بمراد الروج، بطلع لي بزاك، هو بيده. يعرفك على شكون تطلع، يعرفك ثم هو بيده اربع كنت ويت. ها؟ يعرفك شكون ديما تطلع يبدل لك البروفيل والاسم. كيف قالك يعمل فيها بالوقت ولا فهمت ليهم ويدخل بيهم؟ شنو ليه؟ ليهم ويدخل بيهم؟ ما فهمت شيء، يطيح بهذاك يخرج بهذا، انا فهمت يعني. ليه ثبت في الاسم يزيد حرف وكاورة يزيد حرف ولا ينقص. طلعني يا عمر باي في الصالة يا اخي العوف اسمه. كنت تكتب فيا العوف. ها؟ الله يرضيك يا كنت اخوي طلعنا، يا الله يا طلعني مش فيها بدي انا مقبلك بس الواحد، عندي ستة من الناس ليه قدامي. فما ديلي قال لك طلعني اسمه ايش فرنسا هذاك يضرب حديد، هذاك يضرب حديد ايش فرنسا عندي اسمه، بقة قال لك طلعني فصل يخدم سيكيورتي هذاك في فرنسا. بيتي واسمي انت بالضبط، هذا من خمسة تمانية عندي، وهي ما بتحبش تهبط النم. اخي مكرر اسمع انت اوف بلانتيات عندك انت، ما هي بشابت لي للدمون دي تحت. اسمع انت في اللايف هكا تستاهل وخرج منه الانستغرام تنحيهوش. شو ماريو؟ شوف تعالى اخرج اخرج من يا الانستغرام من غير ما تنحي. ماريو اعطيني شوي وقت يركح، راح برش عبيد يبعد فرد وقت ما يمشي ينام يركح. يا اخي يا روك راك ستار ما يمشي بالانستغرام. مش بيك ها؟ مست بوني من فوق وبدنك عريان انت من الغادي. ما يريد كي يقول لك ما تفهمش، الناس قالت لي اعمل ببليسيتي للبولي
دورها من الببليستي خلينا نشوفوها صاحبي دور. شنو هي ذي واحدة قالت يا ماريو سبك وقال عليك باسم، أنت العو قلت علي باسم؟ آه لا قلت لهم بيه هي ما باسل في تبيعة بتبيع بيه هي ما باسل بتبيع معاشرني يعني أنت معاشرني حشيتولي أنا ما تودي عاشيلي يعني. هاك يا أخوي ربي أمش نعدي لك ربي بيه يا أخوي حتى تشجع ولدي تشجع بيه باسل إيش معناتها يعني مقرس في كلامك نحن مش في طبيعتك في كلامك في كلامك مش في طبيعتك يا ودي ما عندي لك ما عندي لك عندي مدة انا بطبيعتي والراديو صلعة صلعة باردة يعطيك اغزي الاخر عامل بروفيل بتصويرتي بالرسمي باسل شو دي مجنة التصويرات ما فهمتش انا العباد هذيا مش فاهم لي هون عندي واحد هيك اللي اسمه نعرفه سامي يا بيطلع معك خلي اطلع طلع لي يجيك اللي تحب انت ما هوش طلع لي الاولاني عندي ياسمين تي ام ومسعودي بوفايده وبقى مركز ياسمين تي ام طلع لنا ياسمين تي ام تطلعش ياسمين نايك الغمار بتاع سبيدريل ترى طلع لنا فاناتك نشوفه مراد الروج طلع لنا فانات وباسلين طلعت فاناتي محليها ما كان قطوس وقتها طلع لنا فاناتك الله يا اخوي خلينا نشوف هاي هاي طلع هاي مراد الروج طلع لنا مني فاناتي انا يطلعوا يحلوا الكام بعده ياسمين طلعوا هيك البكسير كم يمشي يا بدلي يا الخير اما ما دام اسمها ياسين ياسمين تي ان يعني ياسين تي ان ياسين كريستينا جيلينا تعرفها ولا ليه لا يا كريستينا جيلينا نعرفها نعرف كندية اسمع سيلين ديون موت عليها كندية سيلين ديون اه تحفظ لها العقد تحفظ لك نيد حول ولا قوة الا بالله جيت سيلين ديون أباي موت عليها تعطينا نقشة صح موت عليها ما عندكش عليها مستوى مستوى لا نسمعها ولا نسمعها سيلين ديون شو تغني شو تغني تعطي تاريخ هذيك شو تغني كيفاش تبدا ميت لوف اي لاف يو اي لاف يو تو اي لاف يو تو يا لو يا اسمع اي لاف يو مور ذان ماي سيلف ما دام اي لاف يو مور ذان ماي سيلف عنده حكايه معها شو العوق مع تيتانيك عنده حكايه اكيد اول ما تفرجت تيتانيك روحت لتونس طلعت انا وصاحبتي فك البطل لو حطيتها في التركينه طاحت حطيتها لفوق شنو اللقطه طاحت يجي نحطها في التيك توك قلت لي يجي نعمل لقطه رومانسيه في التيك توك حطيتها بيالي حطيتها في طاحت شنو نعملها حبيت نعمل الرومانسية لا لا سحبت سويدية حطيتها فوق البط وقلت له اقفي نعمل وقت بتاع تيتانيك تحت تحت المية المية جبتها هي ما فهمك البط وعرفت لك البط وشو خرجوا البط أكل فيديت ولا شنو؟ مش بطة كبيرة كل فيديت قلت لها نعمل لقطة تيتانيك حطيت لها موزيكا تاتي تاني وقلت لها غمض قلت لها ايه يا اختي هي وقفت عملت قلت لها حل يديك ايه حالتي دي طاح الدبوزة ما قصة شو راها رواق ما قصة شو راها بتبيع المال هنا هو الماء كان يفوت 3 متر وشدي فيها نرمي لها مليون جبدها بالخطش تاخذني مع مليون لا لا انا بالحق انا ريت يفوت سبحان الله رب العالمين ريت يفوت ريت الماء يفوت لك رايبي عندك الوهبة عندك الكرومب عرفت اللي بيشد الكرومب بيشدك في ساحة فريت لعبات في تونس
ويحطى ويشوفني بدن في تونس يقول لك عوام بنت لعبات تعوم هكا يعني نعوم بلا جنيه هكا نعمل سبور نمشي ناجي الميل لهنا الميل بزيزي نبدا نيجي من بعد نخرج نتفينس بدل نبدا يخرجوني نعمل لك نمشي الماء ونرجع هذيك ما نعومش نخاف من الماء ما نفوتش في الماء عرفتهم ماكش دور هذوما لا انا هما كل كيبدا خارج من الماء يبدا يستيلي راه وريه العوم وريه هاي نبدا نستيلي نبدا نعمل لك هاك يبدا يبدا على جنبه اي القره الكل تخزو مره في الحمامات عاملين لك فهمني وانا سكيف اندري وانت كيفاش تخرج من تبيع ميلو جميل وقتل صاحبي بوغوس اصمر بدل طبي شوكولاته خارج من كلها تغزل البحر وقفته زين نعم البحر سير جيل سير جيل يخزلوا لي صحابي سير جيل رجال زاد الله الله اي يا خويا رجال سير جيل هاكا عامل ولا هاكا الله الله شبيك انا في نيس كيفاش تعرفت على نادي صاحبي نجري على البحر عريان شافت واحد صدره تبارك الله وكعبيته بدو عملت لي هات مشيت ليك قالت لي كومنت في التابي قلت لها حمدي نحكي معها بالعربي قلت لها نعملوا دورة قالت لي شنيا نعملوا دورة ما فهمتنيش بالتليفون نترجم لها نعملوا دورة ماخش فهمتني ايه ساف اللعب ليه اخوي لازم تكون رومانسي ما تكونش رومانسي في كلامك راه الرومانسية مش لازم تكون تحكي رومانسية في التصرفات بتاعك تفليلها انا ساعات نادية كي تجي صباح شنو نعمل لها نجي على البنك نحط لها راسها هنا ونبدا نفليلها في شعرها نعمل لها هكا في شعرها لا 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 تبدا مرتاح تبدا شيخة ساعات عيط لي تقول لي حمدي فليلي تعرفها كلمة افليلي الله تبدا نفليلها الله قالت لي تعب شو شفتي جي نعمل لها مساج الله قالت لي شفتي جي نعمل لها مساج مش عيب يعمل واحد صحته مساج مش عيب خويا نورمال لا لا اقلقة وياها ما لقينا حتى حل نديك الموزيكا ونشطح انا وياها سلو اي عندك الحق والله شيخ والله رومانسي فنان لازم تكون الرومانسيه مش كيف في لسانك الرومانسيه في التصرفات نتاعك في قصبيح تقول لها بيبي جي في كافي تقول لك وي جي في كافي اوكي اوكي نادي خلتك مقوى سعد كافي ها نادي واحده كتبت لك خلت لك مقوى سعد اسمها نادي ويني لا غالب يا اخوي اللي عندي انا اللي كانت شي يقولوا لا شي يقولوا مونيكس ايش ناوي يقولوا مونيكس اللي كانت صاحبتي قبل كانت ليكس بتاعي ليكس قلت مونيكس يعني ليكس ليكس صحيح مونيكس 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 كانت معايا على الاقل فهمني كيف كان نتصرف معاها رومانسي يعني نعيش قمه الرومانسيه سبحان ربي يومي عبتتني من الكرشة قالت لي قول قلب الذيب قلب الذيب جاي في الرومانسية قلب الذيب أنا غير رومانسي ناندين عمري ناندين الساحة برجولي قلب الذيب جاي هاك قالوا لي مونيكس مونيكس صحيح هاك قلت لك أنا قاري صحيح مونيكس تولى حاشو مونيكس صحيح ولا صحيح مونيكس ناي يا حمدي يا حمدي ليه لا محمد الله ليه لا شوفك يا سعد كمالك يا رب مرحبا يا رجل عبد السعد يا كن خبيك أحب نطلع ويكلم فيها وين الوحدة الخراء يا دي لح وتاوى العوق إن شاء الله وقت شنوي على الصغار مازال بكري والله يا صغار يا ربي سهل نحب مع مسلم اخيرا ربي سهل توفيق يا صاحبي البيمه كبير ان شاء الله اخوي ربي سهل لك ان شاء الله مش تاخذ بنت بلادك ان شاء الله انا اخترت بنت بلادي اموت اموت انا عليك انا ينها بتبيع اموت اموت بتبيع جرب مع القره مازال يعاود مع القره تحشيت له هيك جربت مره يزيك تعيش وحدك حمدي نعيش وحدي ومتبعها ما واحد ايش مع صاحبتي من وين يعجبش هي في عما دار هذه اللي عاتي هي اللي دارها كون نسكن بليش طفولي في حاجة عاتتني دار بي باي ولا كوريكت من عندها مش كوريكت ريت وقلك مرشيخ نتعلم عن شكسبير هي قحبوزة تقول لك باي
هي قحبوجه تقول لك تو كينيك الحاله البرة مسيات مش مشكله، اما تقول لك نسيبه يمشي وحده يعيش يولي زبابر على عجله، يتبعوه هنا في سياد العوق زبابر على عجله، فهم اللي ساعة بتقول لك يولي مع زبور يدولي بحدايا بعد ما يحبوهاش اسويدي ما لا راي ديما تجيب يحبوهاش تجيبك هي ودور ديما تجيب حذاك فهم من هاي هاي تجي صبيح تقى اوراقها اي وتقعد بحدايا اوك على عينيها المهم انت ما تبعدش عليها يعطيك الساعة هاك نستحق انا ساعات نهار كي نحب نعمل كالفوز هاك نعمل الله يكفيك مرة في القدية فاهم اني اقويت الكالفوز بيت المهم الكري يقعد ما فماش المهم خويا بلوش ما خير نمشي نكري ب 500 ورو صح اقل حاجه اسمع شنو هي الكري غالي عندكم غادي والله ليه هذه دارها دار هذه يعني هي عندها اي يا مال ازدياد الكري من بصفه دارها عامه عندكم غالي الكري والله انت وكيفاش فما ب 400 فما ب 500 انت وكيفاش انت وسط البلاد ولا بعد على البلاد؟ أنا في البلاد أنا نحل الباب في البلاد بقدر في البلاد اي نورمال موت بيه رخيص وكلها سويديين بلا يسكن بيه كلها هذا هو هاي كل سيبه القيد يكون هيكل هذا وانت صح لا يا سفان هاي الناس شكون هيكل هذا من الناس شكون هو من انتم شكون هو صاحب الله يا صاحب تعرفني عاد تعرفني انا اخو كريس من نعرفك اخو كريس اخو كريس ابرو انت اخو كريس تومومي اخو كريس ما تطلعش كيفه ان شاء الله علاش ما تطلعش كيفه توكل توكل ليه ليه يعرفني صراحه انا نقولها مش على فهمتني مش خايب الطفل يعني ما يطلعش كيف ما في لسانه ما وش به ليه عاد ليه عاد توكا هكا يا لعوق يا لعوق هكا توا خويا انا قال لك خويا ليه يا عاد شبيه يا اخو شنين فاتك حتى كان قلت له اخوك بيه اسمعني اسمعني يا لعوق انا تو حاضر على التاريخ برو انت قبل تكلم في اي ميت تسال فيه على فازات وحكايات برو شنو هو ولا خايب انا نسال في شكون انت قبلت تسال في كريس تقول له كيفاش انا نسال في كريس يا صاحبي فيش صاحبي انا كيج العوق نسال في كريس فيش صاحبي فيش صاحبي كيج العوق صحيح اسمعني صحيح هو كونه بدنه ما شاء الله عليه فهمني انا لازمك تفهم فرق بين مخربقات فرق بين وحده وبروتيره فهمتي صاحبي اما مش خايب هو ما شاء الله عليه مش عيب به هيك ليه ما تتعلم مع مطربي هو البيئة مطربي لا ما تقولش ليه به اسمعني اسمعني انا كنت حاسبه صاحبي كما تحكي انت صاحبي صاحبي اما من بعد نلقاه طالع في اللايف مع الجماعه وكلات يعطي فيه في الجيز من عاد البيت شنو تاني الاولاد مش انا يا صاحبي ودي اسال ونلقاه مع اللبه واشوف العسكر جماعه طالعين يحكم انا ليش تكلمت انا قلت لك انا لبه برو انا لبه برو تخي تحكي على اللبه هذه خليه يخرج هذاك من خرجوا من الخريطه ليه نحكي لك على الموضوع اللي صارت فيها ما اللي باقي بعد سمعنا ما صار شيء فاد لك مفاد لك قلت لك في لسانه يعني بليد في الفيلم والله قلت لك في متربي متربي يعني اخويا ونعرفه متربي يا برو بالعكس متربي على ما صار شيء فاد لك اما شيء مفاد لك اخي الله انت والبنزارات مش معايا البنزارات ما لاش العبير ما لاش تحب في بيرو ليه بس البنزارات تقول بنزارات بنزارت مالا بابا وانت حي هلال مين بالبنزارات وانت حي هلال اي حي هلال انا حي شهداء اما سكسيك واحد حي شهداء السيدة هاي هليل ملسين غادي عمر نمشيل اما صدي ريت يعني الكينج بتاع البط هو مثلا نحن كلها يعني حتى كديك مشكلة ما واحد من الملاسين اشتخطفوا في حومتي بيتعدوا كلها تتعدى على حومتنا طريق حومتنا يوم فهمني خد طريق حومتنا واللي عدى على حاجة يعني فهمني ما بالنسبة لي الملاسين حيا ليه ما فهمش حتى طريق نمشي له من غادي لو كنت فهمني يعني كل شيء كنت ناكلهم في تونس برشا مشاكل والله يا اصلا شو نحكي لكم بالنسبه لي انا والله العظيم اقسم بالله بربي نزيد كان نوصل نزيد نشتاق ميتي ربيع هذه كان نزيد عليك انا في حومتي راني في حي
اسال على العوق، يقول لك العوق ريته السيد، هذا كسر اي واحد يقول لك محليه تسحق تلقيه دلول. اما في وقت راهو مجرم، مع المجرم ما يرخش، ما تبداش انت قصدكم اكبر مجرم في الحومه، يقول لك راهو كي الزاحي مخه مربط الطفل هذاك، عاقل اما ضد المشاكل اللي كان مع المجرم هنا في تونس. قال صحيح بلا لا فهمت؟ اي بالرسمي الناس ما تلقاش يحبوني، راهم العاقل من المجرمه كلها تحبني، اما في نفس الوقت يعرفون صاحب الرخله. المال تعرف والجميل هو كثير يا روك يا روك يا روك يا روك، تعرف شويه مجرمه في الصياد غادي يا اخوي. اسمعني بالنسبه لي انا صاحبي، بعد اي واحد الكحكاح ينفع، الكحكاح ينيك الكل، اما ريت العبد لله كي تجيب لي قبيله تقول لي بوني فرع قبيله ما باليش. عادي تاكل الضرب وتضرب المهم. لا نضرب، مش تربيت انا، تربيت نقدم من وخرش حربي، ما نخافش بوني راني قارب حارب قابل، مش فخر نحكي معك بالراسي، بوني راني فرع قابل، نحي الكحكيح بركه، نحي الغاز، اي نحكي معك بالراسي، نحي الكحكيح والغاز، نحي الكحكيح والغاز وشوف صاحبك. نحي الكحكيح ليلة، اسمعني الغاز اسمعني، ما فار بوكس صاحبي، انا قلت لك في حومتي تضرب براسي، بس في حومتي مضروب بالحديد وما طيحوني كم ضربه في السيف في راسي صاحبي. تحكي لي انت مش في حومتي الفوق اخ، مش حومه طلعت لها وحدي سيبي لعب. محاولة قتل تحكي يعني لي يا انت طيب. انا ليه؟ وتكلم انا اقسم بالله العظيم ورحمه بابا في قبره، والله العظيم اقسم بالله اللي نعطيه ما عادش يرجع، اقسم بالله اللي تضربها من يديك ما عادش يرجع. ما انت هذا ما شديت السكينه، في كان شديتها ممكن نغرسها صاحبي، بوني يا زلمه، هم بالحديد وانا يا اخوي بالبوني. عندك بنية صحيحة وكذا. اي عندي بوني اللي بشومه بالرسمي، نحكي معك بونيتي مني هما مترين انت روز، ما تنساش انت مترين، يعرفوك مترين. اي صاحبي راني بوكسين، قول لي الاخر راني بوكسين صاحبي بتترويتي يا اخي، عندي اللي بشومه خليتني نمشي لطاليا نلعب. وعلاش توا في السياد غاديك ما كملت في البوكس؟ عندي دي بارتي ام ام اي في السياد، واحده ربحها واحده خاسرها صاحبي. اوكي وهذه شنو نرجع نهار الاثنين؟ شنو نرجع نهار الاثنين؟ نعرفش وين الحل في السياد ام ام اي. اه علاش ما تخدم سيكوريتي غادي في السياسة؟ ما حفظتش اللغة بالكدا يعني في بواتا، فهمتني؟ قالك اللغة ليه مش بواتا هنا، فاكت عشان معناتها فاكت بالسويدي، فاكت عبارة بوليس، هي فلوس عبارة بوليس يعني كلها تقدر فاكت. اما شنو هي المشكل؟ اللغة لازمك تحكي، لازم عندك التربية. تعرفهم البانديتوس؟ اخدم في الزهير لو ليه عاد ذيك حاجات اخرى، بانديتوس وكل هالسيمز صدق مشكلات اخرى. لسه في يعني لسه في معناها البانديتوس خاتم، نجم نعمل بريفي، نجم نعمل سيكيورتي، يا ما كيفاش تحكي مع بلاد. ليه يا العوض هذا يدخل معايا تعمق تبلوكيات، يقصد على فرقه يا العوض، يقصد فما فرقه، فما فرقه غادي بانديتوس ولا فرقه مقاومه الجرائم. ليه ليه يا العوض يا العوض فرقه تخدم فرقه مكافحه الاجرام والارهاب. ليه يزيد تحكي فيه؟ قال له بنتي خطقوها بنتي مزبي. والله يا لا بالرسمي عندي ولد حومتي برو يخدم مع البانديتوس في السويد غادي، فهمني؟ بس يعني يا صاحبي انا كان جيت نحكي لغه بيان نخدم بوليس، انا نكملها سافا تخدم بوليس، كان جيت نحكي لغه ايه يا ام البوليس. انا راهم بعثوني اوتبلن، انا بعثوني نقرا، قالوا لي بجا ربي خذ ليس في اكاهو ونخل نحن نخلصوا لك لوت بيلك، ما فلحتش في القرايه. يلا غالب على غالب صاحبي لازمك انت في النازل. برجوليه برجوليه ما دام عنده بوني صحيحه يخدم مع البانديت وصبره، مش حاكم. ليه يا اخي لبس صاحبي يخدم مع سعيد يخدم مع النازل؟ ليه يا ودي حنين ياسر ما نجمش يخدم معهم، يضرب بيا ما حنين ما يضربش بالفرد قال. تحكي عك الفرقة شنية؟ لا لا ما تقلق قلب، اسمع شوف لي نحكي اما من الداخل. قلبه ليه يا ودي هذوك ما غير قلب هذوك ما تنوس. انا طلعت حنين، انا حنين الزب هذوكم كي يقول لك الزخت هذا لازم يموت هذاك لا يا ودي خاطيني ما نحبهاش. انا الزب كي تكون في 50,000 ليه يا اخوي؟ 60 خاطيني صح. زويني كان تجيني جنس لطيف تقول يا ماني سايبها من الكرهب الهبط افتاني اعطيني انا مواضيع زي انا زويني تقول سبورتيف يسجل على الرياضه يا مني اما الرخله
ارمين هو الجميل والقتال. يا دي الوقت شدوا في الثاني. الجميل والقتال وسقط الزين. لا حنين ولا حنين. شنو هو؟ ولا حنين الجميل والجميل والقتال. كيف شدك بلاي لحظة أنت قلت لي بهيم بهيم ياسر أنت تح أخوي أنا بهيم وفي السويد. أنا قلت. وزقوم مش لقي الجنسية وما نحكيش لغة. أنا قلت. الطفل. يا دي طفل لك قال لك بهيم ياسر انا ما نحكيش لغه وش نحكي وجنسيه دول تزقكم والعالم وانت مرتقب تحشيلك في تونس تي واحد كاتب في الميساجير كومونتير دي شنو هو تي واحد قال لي بهيم ما عادش تقرا يا الوقت ما عادش تقرا ليه خد جيبه هو مثقف ومطيش كل خيشه في تونس انا صاحبي ما نحكيش لغه درت اوروبا وشان تزبي 5 ملايين وقاعد وعندي خويا وانت ميت راحت اسمع يا الوقت يا الوقت عندي خويا اخر يعيش آه. في فنلندا كون دينا بحذاكم غادي فهمت ديك الدبره يا معلم قيت يا راك هاي يا راك هاي يا معلم صعيبه يحكي انجلي مع العبيد غادي لغتهم صعيبه برشا ليه حتى في السياد تحكي قريت السويديين لغتهم اما السويديين يتقفوا بالانجليزي يحكوا برشا انجلي ويحبوا شكون قريت انا تحكي انجلي يا تشكلها البلي شتي خاي شوف عليك بيت تبدا عندك يو بوغوت مش خاطر بدا عنده 10 سنين في السويد يجيبوا له مترجم كيمشي يا زاي يا لي ما فهميش ما عندهمش العقليه البنات بوغوس ماكش بوغوس قلت لها كلمه عجبك تهز نتاعك شنهز نتاعك فهمتني لا 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 مش حتى كلام برا هما غادي في السويد بنات يشيخوا على واحد مدابس هيك وكل شيء لحظة استنى الله هنا يحبوا القشرة أكثر حاجة معروفة في اسكندناف يحبوا القشرة السمراء كل ولد تفهم القشرة السمراء هاي ثاني حاجة يحبوا هي أكثر حاجة اللي تخليك ملكة جمال السياد تيحة معها تبدأ طويل وبدن طويل قديش طولك لو وبدن قديش طولك أنا 1.75 يا قصير متر وخمسة وسبعين مش تحبني يوسف جي مانكار حسبك تقاها الزبور تشوي وهو خايب يشوي هذاك تعرفه ما يغرش بها تعرفه ديما لسقلها في زعكتها لا ولاش يعمل بوغوز يخافوا منك يا راهو كير علاش اي علاش المرأة السويدية كي تبدا عندها فلوس تاخو علاش السويدية كرزة تاخو لبنيك على خاطر كي يجي واحد كرزة كيفها كرزة كيفها يولي يسيطر عليها يولي يسيطر عليها يقول لك انا كرزة اللي تاخو مش يسيطر عليك لحظة لحظة يا لو كنت تحب تسيطر عليك خويا ليه انا ما تكبرش كنت تسيطر على العوق ما فهميش يا ودي العوق تو خليك فهميش كنت تسيطر عليا مش قلت لي تو تحب واحد زوالي فقير بنيك تسيطر عليه ولا شنو تعرف يحبه من الاخر السويد يحب واحد كلون هاي من الاخر كلون ضحكة وتروح بيها ضحكها شيخ عليها ضحك انا صاحبتي المره اللي فاتت راكده بعديها يا صاحبي السته بتاع الصباح انا جيت تضحك شبيكي نلقى حتى الفيديو بتاع البيتزا بتاعي طاحت شيخ على تضحك يا اخي شو عملت لها؟ ها؟ عملت واحد ورقد كمل ركض والله ورس بيبتي المره اللي فاتت العباد الكل تضحك في اللايف اسالهم شيخ تضحك على كل واحدة هكنا مجلية تيها يو دي تونس كاملة ضحك يا رب مش كنت زعبتك تونس كاملة ليه هم يحبوا اسمع هي السيد فيه الستريس يحبوا شكون يضحكها وشكون يعمل لهم جو حتى مرتي روسية في روسيا وشافتها الفيديو وضحكت برو والله وليت معروف وليت معروف راك
لا ما اسمعني بالرسمي، لما يحب واحد ضحاك بس ملعوق مش ضحاك برك ملعوق، خلي احكي يحب لي، يكون خلي يغير احكي لي. عليهم ملعوق، يحب يكون يغير عليهم، يحب يكون فهمت شنو هي خدت وبداين عملها. اسمع هني اذا السويدية سيطرت عليك تحشيها لك، لازم تكون عندك شخصيتك دي. فمني مش كل شيء راهو، انا صاحبتي سويدية انا محرم عليها تلبس العاريه، اقسم بربي سل بالليرج ولد بلادك يحكي لك ودي بلاد ممنوع العاريه لا تكيف ممنوع على شو اسمه هذا والتسوس ما بالله ما تلبسش العاريه كذا كذا، والرغم راي صاحبتي مروكيه سويدية اما كاثوليك ربي يهديها بو مولودة في الخنزير زياد، محرموا عليها. مولودة في زياد مرتك العوقة مولودة في زياد. مروكيه سويدية، مروكيه سويدية اما كاثوليك يعني تربت مع امها ربي يهدي بوها وافهم يعني عاشت مع امها مش تطلع، تطلع مسلمه مش هي تطلع كاثوليك، أمها معناها سويدية. امها سويدية وبوها آه مغرب. هكا هو فهمت فهمت فهمت. مني إيه عندنا نفس ما عنديش الحكاية لأني باسبور، حتى لما مشيت العناية برا لأني في اسمع. لندن عليا العناية في لندن قابلت طفلة أبوها مروكي إمام نتاع جامعة برو فهمتني، وأمها إنجليزية برو 16 سنة وشاكية أبوها، أبو شاكية أبوها على خاطر بالظبط. أبوها إيه شاكية أبوها على خاطر أبوها ايه يقول لها ما تلبسش هكا وكذا وكذا، طلعت الفوضى هكا. ممنوع ممنوع. تصوري انت كيف تجيب واحدة مع قورية ولدي بنتي تخاف الدم قبلتي مع صاحبها تقولي بابا وصاحبي يزيد طيب شو هو يا شبيك؟ يا اخي يا اختي جيب مع العوق مسلمة حتى عوق تتروح عوق لتونس. بالله العوق سمعت بعركتك، مش عركتك انت صاحبك مشيت تسهر انت وياه وتعارك مع واحد قال تعارك ضرب هو السيد هذاك انت قطعت، ما نعرفش سمعت الفازه دي مالك طيب رسمك كي تتصدق فيه كي تحكي على بليرج يعني سمعتها برو قلت لك ما سمعت في مالك سوية الفيديوهات. يعني تاو تاخذ في كلام بليرج بالحق صارين في بار بولاقي، فما واحد سويدي يعمل لك بليرج قال له ريت سكر عطاه بليرج دماغ طاح هذيك هي فات الحكايه. هو خاطر يحكي قال العوق قطع فهمت يا رب. يا دي فاد لك بليرج يحكي قدام نقطع اما ما نضربش انا حتى كان ما نضربش، هو سكران يشتغل 24 ساعه ويسيبوه اما انا صاحي طبق عليه القانون صح. حتى هو بدأ معناه هو هنا السياد كي تبدا سكران ما يطبقوش عليك القانون، جيستي بيتك 24 ساعه ويسيبوك شنو ليك مشاكل اضرب اضرب ليك المشاكل يشدوك يسيبوك، لا اما انا اللي ما نشربش يقولوا لي انت في مخك وعملتها عمدا يا شهول. يا رو معناتها انا نسكر نسكر امها في سيوة نبدا نصرفك فيها العبيد نشد 24 ساعة ونروح ليه ليه ما كتب 24 نصيحة ساعة لا وتخرج. رسمينا كعب شراب معناتها لسه لسه لا كان فما تكون في السيادة سنة بس عليها 24 ساعة يسيبوها. هي اما انت يا رو اما انت مش بتاعتك مش تقتل واحد وتقول له راه شرب سكر فاهم، انا كان نضربه عمدا يولي يقول لك انت في مخك ضربته وزيد انا بوكسير زيد غادي يقعدوني عليه، غادي يزيد يقعدوني عليه خد انا اللي روحي في تونس جيت عندي الجنسيه مش مشكل. ايه هم انا ما عنديش اما العوق الجنسيه لازم تبدا عندك كارتة بروفيسيونيل نتاع بوكسير باش لهنا يعرفوا لي انت بوكسير فهمت شنو هي برو بروفيسيونير يعمل، هو قالك فتنس، هو قالك يعمل كوتشنج. لحظه لحظه لا استنى استنى ليه انت فهمتني تحكي على بروفيسيونيل؟ هذه راك فهمتني تحكي على واحد روزين بلاس شامبيون دي موند بطوله عربيه كوب دافريك هذيك في صاحبي راك تحكي تونس، في عليه. تونس انا نحكي لك في السياد صنف كبوكسير بالنسبه للحاكم معاش نقول لهم انا بالكارتة. كتيتر صاحبي بطل السياد ادم ويلسون حاط مع 6 روند انا 6 روندات وحكايه انا مثل ما اللي فات انا 6 روندات عامله معاه امامي عندي 5 سنين ما حطيتش حتى مع 6 روندات هاوش نرجع نترين نهار ثلاث ولا الاربعه امامي تدور تفرجوا في اللايف سبارينج بتاعي كلها شامبيون دي مولست اش تحكي انت صاحبي تشوفي تعمل هكا معناها راني تعمل ضحك ولا تعمل عاب تعمل راني تعمل معناها تعمل في معناها مقابلات معناها بوكس غادي مع بيت في سياد عامل زوز بارتيات صاحبي عندي زوز فهمتك بارتيات فهمتك فهمتك امريكي الامريكي هو تو يلوج على بهيمه يترن عليه قال لك ما ترى لك على البيت انا قلت لك بهيم طاش تسكي بونيتي على بهيم حب نبارك حب نعطيه نسيبه على بهيم ليه بدك مبرو كوما يعني ما يجيش يا برو قلت له بدك مبرو لا 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 ما يجيش قول لي ما كنتي ماكش تخبيه انا نزعتيه بوني وبعد نعشيه نمشي نشيله ما كنتي يبدا ديك عاش اليوم ده
طيب صحيت اي واحد يعطي بوني يربك ما يبركوا هذا عوق شنو؟ شنو بالرسمي ما يجيش تعطي بوني اللي يبركوا انت؟ شنو يا روكي؟ شنو يا كتاب؟ يعطيك بوني او يبرك علي 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 يا ريتها لهنا في لندن برو بكما حبس اكثر من اللي تضرب معي تصويره يا ولدي زوز بوكسرات صح شوف صاحبي تعلم شوف زوز بوكسرات صح حريتها صحيح صحيح القدام والتالي صاحبي زوز بوكسرات صح صاحبي يا لطيف يا لطيف نادي يا ولو نادي نعلم فيه في البوكس والله العظيم أو عندي الكوزام تاعي لهنا في لندن بوكسير زاد لهنا. وين أنت زيت في لندن؟ في لندن أنا. يا. تعرف هذا لو؟ لا بزيت من حبيت مرة حبيت تمشي أنا صاحبتي بقى كبشت لي على باريس. أنا مش في لندن كبشت لي باريس. جل عوق لندن إيه جل عوق يا لندن وكلمني يا أخويا وجوك أمريكا لبرو. برا لا بيسهل حب شيء أنا عمري ما مشيت إلا ما ركبت لي شيء بشيل هاللندن فما بلاش الفيزا أصلا والروا هم يمشي لك هذيك الجانترا هذيك آه لندن بريتش هايك الجانترا كنت الواحد هذا لندن الجانترا نكملها بالكانترا لندن فما لندن هاي زيد عرفتها لا هيك كالعوق لندن هاي اللي يطلعوا فيها وتبدا تدور هذيك هذيك مزيانه زيد اي لندن تحفون هاي عيون التنام ناس بيرقدوا 24 ساعة اخي ما يسكروش لحوانك بالحق ديما محلولين 24 ساعة اش قارك يا لو عالم هذا غادي لا مشيت له انت الله يا ودي قلت لك قال لك 24 ساعة مشيت ليه الله الله امشي جي مش يعمل كليب لهنا في لندن ان شاء الله برو لا نجيب نعمل كيرتا مش كليب لا يلا يا سايبنا بالفجأة كتو اوروبا وين مشيت مشيت لفرنسا ومشيت داري الحمد لله يا رب زوج هاي اللي نحبوا البنان نحبوا الشوفير نحبوا الزرام ما درتش ألمانيا ما درتش هولندا ما درت ما درت الشيخ بتاعك في هولندا ما درت علي هولندا هولندا راب زتنا بالحانوت وجاوا بيها معناها فهم هنا كي هولندا مريق الجو مسيب معناها بلادي دي كلهم مخي بزبور امكم تفهين ينام بوكو بوزكم هذي يا عم لبديس يكلوم وينان زكم ما كنت كبير اسمع يا شبني فيه يبدأ شيخ اما مركز يا شب زبي فيه يبدأ مركز معكم ليه اسمع شي كتب مخي بزبور امكم تفهين ينام بوكو بوزكم ما كنت كبير قحمة اسمع لبنا لديسي ولا زكم ما اسمه ايه منا هو دول ولا كيفاش لا متين ما ايش قلت لك انا قلت لك شطت لك يا بني تونس هاس الميستير قبل ما تاخذي واحد جربيه هاك تشوف شيء هاك ما تشوفوا في الشيء كله ولا يدوروا في بروفيل بنات تناك تونس صحيح او لقيت راجل شوف مرجال يا حاش الميستير قلت انا حاش الميستير ريت يا لو اقصد في العدد اللي عنده في الفو بروفيل قبل ما تاخذي جربيه هكا يا روق برشا برشا منهم ومدار في تعقد منهم برشا بلو يعملوا بروفيل والله برشا هكا تشوف عقيب زميلي يعمل في بروفيل طفله فرحانه بروحه يعني ابو جابته علي حاط سلمى ابو جابته قديت اختيار يا ابو جابته ما عرفش شنو وليد حاط روحه عند جيه ابو جابته علي حاط سلمى روق عنده تاعر عنده كريم اللهم صل على النبي خارج من فمه كل عسل والله صاحبي تبارك الله عليك الناس عارف حتك انت يا روق اخويا ملي تعاملت مع الناجه فلوس وبدلي زيت ناجه ناجه اسمعني اسمعني فما جاكيت نتاع الناجه برو مزيان على الاخر كحله وفيها الناجه لهنا برو عنده منها روق عندك منها العوق لا لا حاليا وصلنا للبوليب بالسياره البلوزوم زيت ما وصلت ليش هيك سبت هيك سبت الحديد نزلنا في البونيت انا بطول الجاكيت اه ليك جلعو قراد اخر قراد اخر هذيك اه هاي نزلنا في البونيت قالوا حلنا البونيت
كاو مازال ما بردتش الفوخ يا ودي مازال. بونيه تاو هو كاريتو هو تاو شيل بونيه كاريتو لبس حجر هذيك ما فيش جديده يمشي ويعبط يمشي ويلبس يبدا عريان ومن فوق يغطي لين ناخذوا الكلاس تلعب. لا لا بالراس ما وين عندك سيليزيت في راسي نبرت في راسي برشا فهمني الكلاس تولي في راسي لازم ديما ندفيها بالحق عندك سيليزيت لازم ديما ندفي راسي من هيك هذيك لا دا تشدني مرة را هذيك السيليزيت تجي نهار تشدني لو جاية اما با غدوة تتنحى فهمني غدوة تتنحى في المسكولاسيون تستعمل كان بروتين كهو بروتا كهو جملة بروت نستعمل مكملات الكل مراتيش بروتا كهو الزرارق جملة لا لا زرق في السياد ممنوع الزرق في العالم كله موجودين موجودين اما السويديين ما يكلموش السويديين خاطر يعملوا كومبيتيسيونات اما انا مره جو هزوني مصالح نسال عليه بالارج هذاك اللي حكي لك بتاع الدماغ هذاك جو هزوني مصالح ندز راني نشارج والله العظيم اسمع راه كي تشوفني في الدنيا غور لا فلتر على سيرتك هذا تظهر نتاع فهمتني تظهر عامل اسمع اسال كريس خو كيف الزرارق تعطيك عالشياح الاخر تعطيك عالشياح ماس وشياح امانه نعمل في الماس بعد نشيح انا في رمضان نشيح كذا شهور قريب نشيح تعرف برجوليه لا يختنى بلا فذك ريتهم كجماتك اللي بدنوا تقاه منقوش نقشه مش عاديه هذاك مبروم ما جيهاش ثم نوعية متاع زرارق اسمهم الجهاش هرمون هرمون الكرواساس صحيح اش معناتها جهاش ماني حصان قلنا العوق ها ماني تاع حصان لا لا جهاش ماني تاع حصان هرمونات متاع الحصان اسمعني عاد اسمعني ماني تاع الحصان هيك اسمعني العوق مش نوصل لك مش نوصل لك جهاش يا العوق هذيا كيما نقولوا هرمونات يخرجوهم من العباد الموتى يا برو الزب والله ورسميم يقسم بالله جهاش هرمونات تخرج من العباد الموتى يا برو اسمع بالله انت توش الموضوع هذا بالرسمي قال لك يميكوا حتى قبر بك الجمج من تاع الموتى بالطبيعة بالطبيعة بالرسمة ذيك تو الحكاية ذيك صحيحة موجودة يا برو اقسم قالك تاسمع تدخل حيط على الاخر قالك زياس هرمون الكرواسون سوا هرمون الكرواسون زرقوا اللي تبدا عند بيبي بار زعما كي تولد تصنع العظام باش يتكونوا كل حاجات واش تكبر معك تولي زرق هذوك تكبر المعدة نتاعو من الداخل خاطر تكبر كل شيء في البدن فهمت تكبر واش يموتوا بيه صحيح ماهيش بدأ من شيء هي شيميك كله يتخدم في لابوراتوار وحتى التستور يزرقوه ويعد سي كله شيميك فهمت معناتها حاجات هرمونات شيميك مخدومين فهمت صاحبي يخدمهم في لابوراتوار فهمت اما قبل يخرجوا فاهم من غادي ليا والله بالرسم بديت عملوا ريسيرش اللوام هذيك اللي نعرف يلا شيء يكبر مشكلويات يكبر المعده من داخل يكبر القلب كل شيء صحيح كل شيء يكبر فهمت العظم كل شيء معناها الجمج مع راسك كل شيء اسمع الله يا بالله باش نعم تطلع كمالك قالك خلي توني وحدي في المطار بالله طلعوا معك مالك يا مالك شكون اسمه ما نحب انا اعز اسم نحبه في البلاد مالك صابرينا 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 غير انت وحدك تعرفيني باللي عشقتك انت معك صافيا كي قالوا لي بغير عليك تعرفها صاحبي شكون صابرينا غير انت وحدك تعرفيني باللي عشقتك طلع بلينغوس بينغوس بينغوس يعرفني وانا ما نعرفوش ما نيتوش قبل اي والحوتي ديما يقعد في قهوة الساحل انا ما نيتوش ما تعرفوش انت ما ممكن ممكن كان يعني نشوفه بالوجه ما عارفش اما والحوتي هو يقعد ديما في قهوة مشلا وديما في قهوة مشلا ويعني نقعد قاتل نعمل الشراب احنا بعد جيجيا تعرفوا جيجيا في سوسة خياني ولد سوسة برو ايه انت ولد قباجي لا لا ولد حمت الوالده برو
بحذيه يا باشا بلي بلي جوس هاي بلي جوس تعرفوا يا العم حبوا البنانة حبوا مستر براون وليد مستر براون لا أنا العوق الرابر اللي عايش في أمريكا يا العوق شنو أنا هاي قلة وليد صاحبنا بروني براون نقول له بروني ايه ولد هذاك ولد حومة برو من حريات طيارة تفل هذيك غير رو ما هو تفل عنده في مش نورمال صاحب يا برو طلعت امبيريكا معايا لاي معاه قول له هيكل التيموم يا برو تحكي لك ولد حومة برو مريق الوليد باهي وليد مريق باهي من عنده في راسي برو قلت له برو لي قال لي شكون قلت له وانت يعني قال لي براون اي براون براون انا عيط له برو لي طبعا عنده يا عنده سوايا وليد والله جاي تعمل معاه كليب يلا يا طياره تقول طياره مش شكون هيك وليد مستر براون يعيش في امريكا يا برو والله ما سمعته الحق عليك بالله ربي ها يا وليد المره اللي فاتت بالضبط يا وليد وليد من القرايه ما نعرفوش ما سمعتوش يعيش في شيكاغو يا برو اوكي والله ما نعرف عمري ما سمعته هيك ولد باي باي يا برو ولد باي على الاخر شوفوا كيف والحومة برو طلع غنية جديدة هو ديجا عنده ستيل ديفيرون علي فهمتني ستيل وحده والله والله وينو هاي لحظة أوتوبوس تسمع فيا لا اسمع فيه كبير 365 حاول تبلانت هيك رهبته تبلانت مالك طلع مالك قال لك تبلانت يا روك لحظة يا شكون مالك يا مالك انا روحي مالك شكون اسمها مالك عندها الزهر مش موجود مالك يا مين لا موجود يعني الصوت خايب سكر على سكر في تلفك بلينجوس على ملك اسمع انا بدي جوع شفت نفك تو هبل الليبي الليبي يا سيء ذيك اسمع انا بديت نجوع بس نحط اسمع يتفرج في اللايف يا العوق من غير ما والله بديت نجوع مش نبدا نفك هنا صاحبي وننطر توا في وسط المطار لحظة برك والله فهم مجموعة وانت اللي ما جبتش ماكلة معاك وفيت الماكلة شو هو يجيب ماكلة معاك يسافر يمشي يتبعد تنزل كسكسي يا روح لا يدخل في الفري شوب من الغادي يمشي يشري من الفري شوب فري شوب نزلت ما دخلتش هنا شنو نوصل له فري شوب هو صديقنا غني عادي ليبي يا هلا يا هلا يا هلا هاي اعطيني اللي ميل الدنيا يا روح اه بيه الصوت ها تجيب رحلة في الكشافة قالك ماشي رحلة في الكشافة قالكم الصوت تسمعوا فينا مليح ولا ليه بياو او نو احكي ما بياو قولوا بياو او نو يكوت مو بياو او نو يكوت مو بياو لفامي تفضل حاول يا رو
يا ضحكوا فنسأل فيكم جي كيسيون تي سوغير اوكي تقول له مين جي كيسيون سوغير انتم ما تجاوبوش جير وي وي مادام يضحكوا ما يسمعوا يا رب اسمع يا اخي مولود نهار 12 شفتها هاكي تيكوت بياوكي حمد الرحالي من 1985 كاتورس حمد الرحالي تزيد زلوف يه اي قالوا لك بيا بياوي مادام بيا كاو خويا كاو المفيد ناس كملوا بالفرنسي بيا اوكي بيا انا وقت نحكيو 365 حاول حاول سكر اثنين لو نحكيو بالفرنسي بشكل ما يفهموش 18-19 به 18-19 فيروح بالفرنسي من السوق الفرنسي اللي طلع لي النوم لذي قحبوش من السوق الفرنسي 14-18 يكم اللي طلعوا قال تو ما طلعوا يكم عندي 10 سنين تو ما طلعوا واحد نيكني كان طلع عاودها من السوق الفرنسي 14-18 عاودها وانا من السوق الفرنسي سيب يقحب النازة باش نوريك ليين دماغ يكم النازة تعرف ما تكون دماغ باش توريني وليت خرج شوية محقور قدام العبيد يا زعب انت قحب النازة ما لاش نوريك ليين دماغ في راسي لا وقتها وكل مرة وانت انا دماغ انا الزبي شنو وقتها وخاطرني انا ما نفهمش ما لاش نوريك دماغ نوز من السوق الفرنسي 14-18 نعاود لك قول انا لا وقت حشم فيا بالسيف هو ما نعرفيش انا بصوصة كسر كتول غالطة غالطة ليه غالطة يا راني غالطة يب تصعيب عليكم كي تبقى حيات تلموا العلماء بتاع تونس الكل ما تطلعوهاش ولا ما نعرف انا والله طلعها دي حلوف طلعها يا زعبي شو انا هذا محمد دارتوني ولا شكون محمد نورتيني نورتوني ماشي اسمه يديروا بونير هذا طلع يلعوها والله يا معلم من الصوت والله طلعها هاي هذه طلعها هاك محمد دارتوني طلعها هاك الوحيد اللي طلعها ريت هاك طلعها صح ما هو طلعها كي عاودت له بشويه كتبها طلعها فهمتك يلعوها وقتها وقدام باهي طلعوا لي هذه معناتها اشطح وامشي نعطيك انا نعطيك كلمتين العوق بالرسمي صاحبي طلعهم انا صاحبي بالرسمي نعطيك خويا كابو نازا صاحبي برنامجنا اسمع ذيب كلمتين كهو ما بعرف برنامجنا هو الكومش هيك هو هذيك هي ترى برنامجنا ما برنامج يكون هو مش كلش كلش ولا شنو برنامج هو مش كلش شنو سمنا كلمتين برنامجنا البرنامج بتاعهم ما عدوهوش يعني مش ما برتجوهوش يعني يا ريت كي طلعته يعني البرنامج ما بارتاجوهوش يعني ياك طلعتوش طلعت شنو انت فيش تحكي البرنامج ما بارتاجوهوش في الاخر صحيح برنامجنا ما بارتاجوهوش ما بارتاجوهوش لعب البرنامج ها لا نحشيهون حشي اوكي نستنى فرج راه اي اوكي برنامجنا ما بارتاجنا ما برنامجنا ما برتجناهمش برنامجهم انه اسمع ريتك انت لايك كيف قعدت كي تركز معاه فهمت باش ما تحلفش انت باش تجربها قلت كيف باش نقولها نجيبها بالضبط برنامجنا مش مركز برنامجنا ما برتجناهمش هاي برنامجنا ما برتجناهمش برتجناهمش اه هيك الدنيا برنامجنا ما بارتاجينا لهمش. لا يلعوه خليك عليز برنامجنا ما برنامجنا هو الكم. برنامجنا ما بارتاجينا هم الكمش. برنامج ما يقدر. برنامج هذا. يلعوه.
كيفاش اللي طلع لي السؤال هذا نتحدى اي واحد كان يطلع لي اذان نستعرف بيرة وقمة النوم اللي قبل الصفر شنو ريت ريت انا نحير العالم عندي سؤالات ليكم وتاع شكسبير يحير شكسبير بريمير فواحي النوم اللي قبل الصفر شنو البرنامج ولا البرنامج هذاك بط لا بالرسمي شنو النومرو اللي قبل الصفر ما نحقول صفر واحد اثنين ثم النومرو قبل الصفر شنو قول انت انت يا خان السنة عندي سؤالات ساعتك ما فما شكون تعرف انا واحد هكا صاحبي فما تعرف العباد يكتبوا لك انا اقرا النومرو اللي قبل الصفر شنو قالوا لك انت لا مش انا العوق العوق ما تصبر العوق صفر واحد اثنين لا النوم اللي قبل الصفر اللي هو شطر صفر خلاص صفر اي شطر صفر باش نبدو نحن نقول لك شنو اللي قبل شطر شطر صفر صفر واحد اثنين ثلاثة واحد ونص عاش نقول لك عليه فما شطر صفر بعد يجي صفر بعد واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة فهمت قحبي وين يعني فما واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة ثلاثة صفر شطر صفر بعد يبدا صفر شطر صفر صفر واحد واحد ونص فهمت لي ريت العروق عنده في مخه شطر مامستني لا روح مستو مامستني عليها ماست فما واحد قشرته سمرة وبدن هكا ماست بالعكس البن الكل شو مدخل بدن في رمسات لا هي قالت لي مامستني لا عمره ما كان الاسمر ماست علاش عاش نجاوبك علاش يقولوا الاسمر يا عسل سمرة يا سمرة يا سمرة يا نور العسلة جيتي تقولي لي ماست انا بقول لي عسل قولي لي ماست ربي يهديك هذاك شو نقول لك لازمك تبدل روحك اسمر الله يا بالحق شنو لازمك تبدل روحك اسمر نبدل روحي اسمر الواد راه فيا زنسوي بالرسمي تو اغسل في بيت السيد طلعوا قانون شنو هي شو اي امراه سويديه اي امراه سويديه تحب تجيب من تونس لازمو اسمر يمنع دخول ابار القشره السمراء هكا هو سمراء يا سمراء فهمتني بسيات طالبين الرجال السمر طالبين الرجال السمر عليه خاطر يحب يجيبه خاطر يحب يجيبه انا شنو لوني كنت انت يا ابيض الله يبارك فيك ابيض انا ابيض لا لا عاش نقول لك عليه على خاطر في السياد في السياد يحبوا يجيبوا واحد ما تخلق في العالم جبنه يحبوا يجيبوا مثلا ولد اسمر وعيني زرق ما تخلقش عايز تجيبه حاجه طلع في السيارة ما تخلقش العالم الولد لا اي واحد الولد ما تخلقش في العالم جمله العوق تحشت له ما تخلقش في العالم جمله العوق اه الولد ما تخلقش في العالم جمله اه اي بابا عندك الحق يمنع قانون جديد يمنع تزوج امرأة سويدية من فتاة ليس قشرة سمراء الله 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 صعب صعبوها ملف في السويد باطل برا نيك روح من جراحك نيك لبحر نيك ماكينة فوق راسك نيك روحك حسين يا الله الله يا الله الله بريغوس هاي شبيه بريغوس شبيه الفروغ فا ليك عمارك هاي شنية طول قد عندك الوقت انا عندي الوقت عشرة ليه العشرة غير اربع اخوي ليه طحبوش هيا يودي عندك منقيرة في راسك وقت جرينيتش بركال انا عندي الاربع غير بقى تصبيع اه بقى هكا
غنينا حمدي شوي راب. تحبوا البنان، تحبوا الشوفان، تحبوا الجرام، كان يحبوا علل. شكرا. بجي يا بارك غنيتك هذه، شو نكتبها انا وبدل لها الكلام؟ نعطيك صاحبي بدل لها الكلام، تضرب اكثر من بتاعي. هاي بدل خويا، ما فما حتى مشكل، ما يزالش. شو اللي عيطولي السارق العوق؟ سارق الكلمات الرباريت الكل، سامفارا سامارا شنا حلو يا عالم. الله يا شنا حليلو البنان الشوفان كان تحبو علل. همني شنو تحب شكون ياخذ؟ كلاي بي بي جي حلو زيد عليك شنو سرق له. همني نبدل